إنه يعلن رسالة الإنترنت أينما ذهب، الاتصال بأي شخص في أي وقت وفي كل مكان في العالم. يعتبر نفسه خبيراً، إنه مترجم لكل من لا يفهم العالم الرقمي، ولهذا الغرض يتنقل هذا الشاب عبر المدن ويبحث عن فندق عبر الإنترنت أكثر من مبيته في منزل والديه. كتبت كتاباً بعنوان من نحن وماذا نريد، والعنوان الفرعي للكتاب هو الجيل الرقمي يشرح نفسه. كتبت الكتاب لأنني رأيت الكثير من الناس لا يفهمون جيل الشباب الذي ترعرع في عصر الهواتف الذكية، ويقال إنه لا يفضل الخروج إلى الشوارع أو لا يلتقي بالأصدقاء، إنما يغوص في العالم الرقمي. لكن هذه التهمة غير صحيحة، بل على العكس تماماً، ومهمتي هي شرح هذه النقطة بالذات. لكن أصحاب الجيل الرقمي ليسوا معزولين، فهناك دراسة أمريكية يشير إليها فيليب غيدالة تقول إن مستخدمي الفيسبوك وتويتر يشعرون بعزلة أقل من غيرهم، وهو يعتبر العالم الافتراضي امتداداً للعالم الواقعي، وجعلته الشبكة العنكبوتية معروفاً. في سن 13، أي في عام 2008، عرض لأول مرة كيف يمكن فك شفرة هاتف الآيفون الأول. لم تكن لدي خبرة عندما صورت أول أفلام فيديو عبر بودكاست، وكانت فكرتي تقوم بالدرجة الأولى على شرح كيفية استخدام أجهزة معينة، فلم أفكر في الأمر طويلاً آنذاك، إنما فتحت جهاز التصوير وبدأت أتحدث. يشاهد نحو 150 ألف شخص كل فيديو ينتجه، ولذلك أصبحت الشركات تتعاقد مع فيليب غيدالة ليلقي محاضرات بتعويض مادي جيد. في 15 من عمره حصل على أول دعوة من شركة تيليكوم، فصار يقدم الاستشارات لكبار المديرين. موضوعه الرئيسي هو كيف تغير الشبكة العنكبوتية طبيعة عملنا. لقد تغيرت الأطر التقنية قليلاً هذه الأيام، وإذا ما عرفت بأن الفترة الواقعة ما بين 11 ليلاً والرابعة فجراً هي الفترة الأكثر إبداعاً في اليوم بالنسبة لي، فلماذا أحبس نفسي في قبو خانق من الإسمنت ما بين 8 صباحاً والرابعة عصراً لأعمل فيه؟ الفكرة التي ترعب جيله هي القيام بعمل بلا معنى. اختبار الصوت لمحاضرته لدى شركة ريكو لصناعة الآلات الطباعة في النمسا. تلميذ الصف الأخير في الثانوية يشرح لهم آخر المستجدات، من أصبح هذا اليوم يستخدم جهازا للنسخ، ومن أصبح يطبع أوراقا في العالم الرقمي. كيف سيكون سلوك الزبائن غدا، وكيف سيكون أسلوب حياتهم وعملهم؟ الموضوع هو أماكن عمل موظفي شركة ريكو. المطلوب أن يعملوا خارج الشركة أكثر وليس في مقرها. يريد مدير الشركة توفير أكثر من 1,000,000 يورو سنوياً بهذه الطريقة. نحتاج إلى فيليب ريدرلي لأنه يشرح للعمال عمليات التغيير الجارية حالياً، وكيف أن العمل في العصر الرقمي قد يكون ممتعاً باستطاعته انتزاع الخوف من أنهم سيفقدون عملهم، وفسح المجال أمامهم للعمل بحرية ومرونة أكثر عن طريق العمل عن بعد. فيليب ريدرلي يعيش هذه التطورات كل يوم، ويحاول إقناع المتشككين في أفكاره. فيليب غيدغله ينصح بالاعتماد على الشباب وعلى أفكارهم الجديدة، وينصح بعدم الخوف.